السلام عليكم. القناة لازالت في البداية ديالها، كنتظروا منكم الدعم بالاشتراك وبتفعيل الجرس باش توصل القصص الجديدة واللايك. شكرا لكم. ونوض هذيك السقعة ونوض، الله يغرق لباباك الشقف. وهي ناري هاد البعلوكة غادي تخرج ليا اللي بقى ليا في عمري، غتكملوا ليا انا وماما. وماما تيره يلا استاش بغيتي عندي، نوضي عاونيني هاد سيري المدرسة. صبحنا على الله، نحسو بالغوات ونفيقو بالغوات، نتيو الزمان معاونين عليا. سلام، انا سميتي حسنة، اسم على مسمى. زوينة، بيضاء، عيني عسلين، فمي صغيور، شعري طويل. كنت باغا نقطعو الساعة الوالدة وقفت ليا بالمرصاد. ماما خدامة عند واحد الناس في الفيلا ديالهم. ملي كانت عندي 5 سنين كان هرب علينا بابا، هما اللي مساكن عاونونا وعطاونا بيت تما ساكنين عندهم، وكتخدم ماما عندهم. ولات ماما ولالا مريم اللي هي مولات الدار ما كيتفارقوش، وما كتعاملهاش كخدامتها، وعندها 2 بنات، وحده كبر مني مسمومه ما كتحملنيش، نورا، والاخرى قدي شيماء. انا وياها دائما تقريبا مع بعضنا، هما كيقراو في البريفي انا في العمومي. لالا مريم اللي شرات لشيماء كتشري ليا انا مسكينه، الله يكثر خيرها، وحتى راجلها السي عثمان الله يعمرها دار كيبغي غير المعقول، ما كاينش اللي كيعاود معاه الهضره، كلشي كيخاف منه. ودابا خصكم كتقرا في الباك، قالت لك ماما بغاتني نكون طبيبه. مسكينه كتضحك على الوقت، وانا زرقه في الفرنسي وفي المات ودايره علمي، ومع شيماء قرايه كتعاوني حتى كنجيب ديك 10 الغالب. الله عاونت ماما، فطرت، حطينا الفطور العائله ولبست طابليا وخرجت. شيماء، حسنا حسنا تسينيني. انا ما غتمشيش في الترونسبور؟ شيماء، اختي قنطت امشي معاك على رجلي. يا اختي عندكم النعمه وما حاملينش ربي عليها. باقي ما كملتش هضرتي هو يخرج لينا احمق، حنا نجري وهو يجري. المهم تي وهاز قرعه ديال الشرب مهرسه، خصكم واعره في العدو الريفي. دوختو ما من الدروبه ما عارفين فين دس. اما شيماء تخبات في طارو ديال الزبل، حاشاكم داك الخضر مع الجردان والقطوطه. المهم بقيت حتى سلت ورجعت عند شيماء، لقيتها حالتها عاد رجعتها للدار، وانا عاودت مشيت ثاني للمدرسه. اوف هذه هي الخدمه المعاوده، تمشي غير في الترونسبور. هو ينقز قدامي داك الحمق وشدني من كتفي. انا شديتك انا ما عرفت باش تبليت. صافي مشيت فيها، هو يكمل دابا نوبتك، انا نجري وانتي تبعيني. يلاهي انا نيت مصطيه اللي دايره عقلي في حمق. مهم خليته يجري ومشيت فرتحت المدرسه. دخلت القسم جلست في الطاوله الثالثه، انا نسمع مالزين دافع لينا كبير. دخلت لقيتو داك عمر، تفو اللي بداها ليا داك الحمق يكمل ليا هاد القرض. هاد عمر من ايامات الكوليج هو تابعني، قال لي كنت صاحبه وشحال من مره جرات عليه ماما بعصا، والو اللي فراسو فراسو، هو ينقص حدايا. وحسو انتي باقي ما باغاش يهديك الله تبغيني ونتزوجو وندير وليدات. قلب عليا، راه اللي فيا كافيني. عمر، وراني عارفك كتبغيني غير كتحشمي تقوليها. الله يا بنتي الله، هذا ما غيتفرقش عليا خلاص. مهم دخلت الاستاذه ديال الاجتماعيات، واحد العقروشه ما كترحمش، وبدات كتسول واحد بواحد على الدرس اللي فات. خصكم ما راجعت والو، جاتني على غفله، واخا تعلمني ما كنتش نراجع، ما عنديش القانا. وصلت لعندي وجدت لها صحيت، عارفاني ما غنجاوبهاش. ماذا فعل الرومان بعد ان قطعوا البحر الابيض المتوسط؟ وانا سوقي، انا جففوا ثيابهم. اليوم تجفف بيا الارض الاستاذه، جففوا ثيابهم يا الجفافه، ويلا غتنزل عليا بعصا هو ينوض داك المصوف ديال عمر. ما تقيسوش ليا مرتي، وهي تشير علي الاستاذه بعصا. نوبتك جايه، وهي سكسات هو سقال. المهم دوزنا دوك الحصص كيزفت على خوه، ورجعت للدار من بعد ما سلت على عمر اللي دايما كيبغي يوصلني. داس دوك 2 سيمانات عاديين، كل مره بخرجني شي استاذ ولا ضربني. واحد النهار فقت الله الحمد لله، اليوم الحد ما غنشوفش كمامر دوك المخلوقات، حتى هما كيشبهوا لكل شيء الا بنادم الله على راحه. ناضت خرجت من البيت، لقيت لالا مريم فرحانه وكتبكي ومعنقه ماما. سامي غيرجع، فاطمه غيرجع، وشيماء ونورا فرحانين. اما سي عثمان نض بخنزر وطلع لبيتو. ماما امتى غيرجع وليدي؟ شيماء الحد الجاي خالتي. لالا مريم حمدتك يا ربي وشكرتك.
نورا، ولكن بابا باقي مقلق منه، شفتيه ما فرحش ملي سمعو جاي. انا حداهم واقفه كي البلاكه، ما عرفتش شنو واقع. كنتسنى ماما تسالي معاهم باش تقول لي الخبر، راسي ضرني بزاف. دخلت ماما للبيت وانا نجلسها، حطيت لها صينيه والحلو. ماما شافت فيا باستغراب، شفت الحلوفه من الصواني حدا، قالت اشطرا وجرا، قول لي اش باغا. انا وماما، وماما ما تبقايش تقول لي الحلوفه، خاصني ضروري نبغي شي حاجه باش نتهلا في ماما الحبيبه. وبسلا يديها، لا لا بنيتي ماشي ديالك هديك، ما عملتي شي مصيبه. وانا علاش حال ما كتثقيش فيا، شربي شربي اتاي، خلي صحتها شربت شغبه الاولى. شكون سامي؟ ماما قولي هكا الموضوع في سامي، وقولي لي راه من الصباح وانا حرقاني في مخي، وانو دي خملي الدار وغسلي الماعن، وديك الساعة نفكر واش نعود لك ولا لا. ماما كتستغل الفرص، عارفاني معجازة ولكن فضولية، ما خاصش النقشة تدوز عليا. قمت على ساعدي وعدي نخمل ونغسل، وجيت ريحت عنها بالزربة. ماما مالكي الجني قفزتيني؟ انا عاودي ليا، يا ربي تصبرني مع هاد الدرية. عيشك 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 ماما، يلا كحزي مني لهي وريكاز ديال الماء واجي نعاود ليك. انا الطيره ورجعت. سامي ولد مريم الكبير، فاش جيت لهنا كانت في عمره 15 عام، كانت عندهم واحد الخدامه قدو تقريبا. واحد النهار هو مشى لشي حفله مع صحابو بالليل وشربوه شي حاجه، وجاو كان غيغتصب بديك الخدامه، وحصلوا سي عثمان وجرى عليه من الدار وصيفطوا لبرا. انا وديك الخدامه مسكينه، ماما جا والديها بالعربية وقال لك غيزوجوها، من تما ما عرفنا عليه حتى خبر، ودابا ها هو سامي رجع. مسكينة كانت كتقطع عليه، وفين ما كتفكرو كتبدا تبكي، ودابا صوني عليها في الصباح وقال ليها بلي هو غيجي السمانة الجاية. انا واش غيدير مع عمي عثمان؟ ماما وتي ما نعرف حتى يجيو نعرفو، وانتي بعدا قابلي على قرايتك، راه عيط لي الحارس العام، جميع الاساتذة كيتشكاو منك. انا ودابا هو سامي فاش خدام؟ ماما ونوضي الله يحرق، طاسيل تسبوك الكلبة، أنا داوية على شي والحمارة ما معاياش، نوضي ترك دي الكلبة الأخرى. أتي مالها هادي سعرت عليا ياك ما جاتها الحالة تاني، ولكن كيف غيكون داير؟ دابا هو كان عنده 15 فاش كنت أنا عندي 7 سنين، دابا أنا عندي 17 عام، إذا هو عنده 25. واو ماما أنتي نعسي ديك المسخوطة، كون درتي هاد الحساب في المدرسة كون جيتي تي الأولى. المهم دوزنا ديك السيمانه مع دوك الشياطين ديال الاساتذه، والصداع ديال عمر اللي دائما غير سبعني فحال خيالي، والتخمال والتوجال ديال الدار فرحانين بولدهم غيجي. مهم جا الحد، نورا وشيماء مشاو يتلقاو لخوهم، وانا بقيت مع ماما وخالتي مريم كنقادو الدار ونطيبو. اما عمي عثمان مشى الصباح للشركه وقال ليهم بلي ما غيجيش الغدا، مسكين ما بغاش يتلاقى بولدو. انا دخلت الكوزينه باش نقابل داكشي باش ما يتحرقش، ونجفف ونسيق الكوزينه شويه، كنسمع صغاريت هادي باينه غير ماما، وكنسمع البكا، وانا نجري باش نشوف ضربتها بزلقه حتى تعلقوا لي رجلي، غوت واحد الغوطه يحسب ليكم تسوقوا ليا. كلشي ملهي مع داك خينا، حتى من ماما كيسها في عظامي، ونط على وعدي وسعدي جلست في كرسي كنحس بظهري مقسوم. جات ماما فرحانه، نوضي 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 عاونيني ندخلوا الصينيه والحلوه، بغيت غير نقول ليها طحت، لقيتها خرجات بالصينيه وانا نط كنعرج هزيت طبسيط الحلوه وخرجت لعندهم، قلبي كيضرب كيضرب تقول جايين يخطبوني وعاد غنشوف العريس. المهم حطيت طبسيل وطلعت راسي، ويلي 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 شحال زوين، تقول غير شي ممثل، العينين والشعر رطب وبيض، واو. وكيضحك مع عمو وعندو غمازات، انا بقيت مكوانسيه فيه. جات ماما حدايا بلا ما تدخليه في مخك، سيري قابلي قرايتك راه تحت ما غيديها فيك. علاش ماما كتفقديني المعنويات؟ شويه هو يهضر زين تسميه سامي، فين هو بابا؟ وانا بكثرت الطيار اللي فيا، راه خرج في الصباح وقيله باقي مدابز معاك، دار فيا واحد خنزيره وكل شيء ثقل. وهي تنقز لالا مريم، لا وليدي راه عنده خدمه بزاف، داكشي علاش ما غايجيش اليوم. ماما جراتني للكوزينه ودخلاتني وقرصتني واحد القرصه، تي وقيله خاصني نقطع لك داك اللسان. انا على مانيش درت، مازال زايده فيه. سامي شكون هاد البرهوشه؟ نقزت نورا بنت الخدامه.
لاله مريم نورا حشومه، هذيك اللي كتقول عليها خدام راه رباتك انت اختك شيماء. وحسنا فحال خدنا نورا همست لصافي في ودني هاد الخدمه، خدامه وبنتها كلاو ليهم العقل. نورا بقات كتحرض تسامع عليها. جا وقت العشاء وانا كنعاون ماما وخالتي مريم كنحطوا العشاء في الطبله، وسامي غير كيخنزر فيا من بعيد، ما عرفت مالو هو يدخل عمي عثمان مخنزر كلشي وقف. سامي ناض وقف قدام سي عثمان وتعانقو بدو كيضحكو. انا كنتسنى المباراة زعما غيجري عليه الساعة صدق العكس. المهم تعشاو وانا بديت كنجمع الطبلة، وماما كتخوي لي تخوي لافاليز ديال سامي. سي عثمان فين وصلتي؟ سامي اسس مجموعة ديال الشركات وفي اوروبا ودابا جيت ندير وحده في المغرب. انا بقيت حاله فمي واش هادشي كامل عنده كون غير خدمني غير في وحده منهم. نورا تي اتبقاي هنا جمعي هادشي وسيري. قفزاتني بنت الحرام هادي مالها، شفتها شافت خوها ولات فيها مليون ولا خرتها هو كيخنزر فيا بحال اللي قاتله ليه باه. صافي هزيت الطباسل دخلتهم الكوزينه ودخلت لبيتي باش نعس. المهم جا الصباح يخطفو، اليوم الاثنين غندخلو ثاني عندي الاجتماعيات. لبست وخرجت عند ماما فطرت. عارفه بنتي لما هبطي دوك الحوايج المسخين من بيت سامي انا ما نطلعش عند هذاك. ماما عارفه بنيتي راه ما قدرتش نطلع وزايدون غيكون ناعس، دخلي غير بشويه. صافي طلعت لقيت البيت مردود، طليت لقيتو ما كاينش. فرحت دخلت بديت كنجمع في الحوايج المسخين. اويلي انا اللي مسخه في واحد ريحه البارفان زوينه بزاف. شويه كنسمع باب الحمام تحل، ارتبكت ما عرفتش فين نهرب. بقيت نهرب هكا ونهرب هكا فاش خرج وانا نتبلوكا لقيتهم مغطي بفوطه والحضالات. واو كنشوفهم انا غير في الافلام، وكيمسح فوطه بشعره وشعرها بطل عيني. طلقت داكشي من يدي وسميت غادي عنده وشعرت براسي حتى حيدت ليه الفوطه من وجهه. بقيت واقفه كنشوف ليه في عيني فمو. يلا بغيت ندوز يدي على وجهه ويشد ليا يدي ونواها ليا اللور. شنو دابا سمعتي الفلوس بغيتي تضري بيا؟ نورا كان عندها الحق، نتوما لعبتو بعقل ماما، ولكن انا غادي نخرجكم بيدي ولحني في الارض. وغوت خرج عليا البرهوشه وعمر كيتفكري تدخل البيت. انا خرجت كنبكي مبقيتش نقولها لماما اللي فيها كافيه مسكينه. خرجت نيشان المدرسه دوزت دوك الحصص غير بزز، كانت شاداني البكيه. وصلت سته خرجنا من المدرسه. سمعني يا عمر شدي من دراعي، مالك حسنا شفتك من الصباح ما عجبتينيش. انا فرقني عليك عمر هاد الساعه. عمر وقولي لي غا مالك، قولي لي غا شكون هذا اللي مقلقك نمحيه من الدنيا. انا غوت عليه وصافي عمر اللي فيا كافيني ما زيدتش تنتايا. عمر اليوم والله حتى غادي نوصلك حتى لداركم حلفت. صافي انا درت فيه شوفه ناقصه وزدت هو بقى غادي حدايا كيحاول يضحكني. صافي وصلت للدار ودعت عمر ودخلت لقيت داك المغرور ديال سامي واقف في الباب كيشوف فيا باستحقار وكيساب كيبتسم باستهزاء. ما ديتهاش فيه وبغيت ندخل هو يدير يدو بنت الخدامه. طلعت عيني فيه وبغيت نزيد في حالي هو يشدني من دراعي وحطني على الحيط. فاش نكون كندوي معاك وقفي وسمعيني، انا بغيت نحيد ليه يدو ويزير عليا. وكمل شكون هذاك اللي كنتي جايه معاه؟ شي فيكسيم اخر؟ فاش ما تشديتش ليك انا جبتي واحد اخر كون ديك الساعه بقيتي الليل معاه، علاش جيتي دابا؟ انا عيني ولاو حمارين بالدموع بقيت غير كنشوف فيه، ما قدرت لا ندفع ولا والو. حتى الهضره ما بقاتش باغا تخرج ليا. سامي عندك يسحب ليك باللي غيغروني هاد الدموع ديال بلا عالي وحنا نسمعو شي حد جاي هو يرخيني. ومشيت كنجري لبيتي ناعسه وكنبكي، علاش كيعايروني ببنت الخدامه؟ كون كان معانا بابا كون كاع ما خلا شي واحد يطاول عليا. بقات هاد الافكار تمشي وتجي بيا ودموعي هابطين حتى داني نعس. الغد ليا فقت بكري فطرت مشيت للمدرسه بكري باش ما نضحكش اني مع هذاك المغرور. لقيت الباب باقي ما تحلش، بقيت جالسه في البرد على برا نص ساعه عاد حلو الباب عاد دخلت كل اللي كنترهد. دوزنا دوك الحصص ونوضتني استاذه الرياضيات الصبور لقاتني خاويه سمعتني الهضره مع انا اللي طايح ليا الضيم دغيا بديت كنبكي ونوح وهما يسكتوا فيا. اش منك يا اساتذه يا حراس والو، كون انا اللي بغيت نسكت وهما يعيطوا لماما.
دازت 2 دقائق لقيت ماما داخله بواحد الطوموبيله مع شي حد، جات كتجري وعن نقاتني انا بديت كنبكي وعن نقصه حتى هي مسكينه بس كتبكي معايا، طلعتني في الطوموبيل وانا تصدم، لقيت هذاك سامي هو اللي سايق. ما بغيتش نطلع المره الاولى ولكن ماما بقات عليا، طلع يا بنيتي راه سي سامي مسكين هو اللي عطانا من وقته باش يجيبني لعندك الله يكثر خيره. انا فصافي سمعت ديك الهضره طلعت للنور، ماما عيط ليها الاستاذ باش يطلب منها السماح. هو سامي قاد المرايه مع وجهي وانا غير حانيه راسي، سامي شنو التمثيليه اللي دايره دابا؟ ولا ياك ما درتي شي زبل نيت؟ انا هزيت راسي فيه، صافي بركه ياك ما شفتيني ساكته يعني تقول لي بغيتي دابا غادي تسكت ولا؟ سامي حل الصنفه ديال الطوموبيل ودار اللي عندي مخنزر ولا شنو انا دايره فيها جبهه، ولا غنمحيك من هاد الدنيا ونوريك بنت الخدامه اش كتسوى. ماما جات مع هاد الجمله وجمعتها معايا بتصرفيقه، انا بقيت مصدومه شاده من حنكي وكنشوف ماما وهي كتبدا تغوت عليا قدام. هذا راه سيدك اللي كتعايري فيه، راه كون ما هما كون حنا عايشين في الخلا، يلا اعتذري منه. انا درت لعندو حنيت راسي واعتذرت، حسيت براسي ديك الساعه ما كانت سوى حتى بصله قدامه. ثمن ماما اللي من لحمي ودمي ما صفاتنيش، صافي رجعنا للدار انا نيشان دخلت للبيت وتكيت كنبكي. ماما بقات كتشكر لي داك سامي. وصلت العشيه جات ماما كتمسح لي شعري، بنيتي نقلي لك البطاطا. انا وضي حبيبتي راه ضربتك قبيله حيت ما بغيتكش تحاكي معاها هكا، حنا ماشي قدهم وما نقدروش عليهم، تجنبيها بنيتي ما امكن ولا نعاونك. صافي داكشي نيت اللي درت، دايما كنجلب نتلاقى بيه ولا نهضر معاه، الا كان هو في قنت انا كنمشي لقنت الاخر، كنمشي لمدرستي كنهرب على عمر اللي كيبغي يوصلني زعما. كنطلع عند شيماء مره تفهمني شي حاجه، دازت الدوره الاولى جبت 11، ماما فرحات بيا صايبت لي الكاطو وشيماء جابت 16 ودارهم ما عجباتهمش النقطه، انا كنت جبتها كون راه ماما هزاتني في العماريه. المهم جاوا باركوا ليا، عمي عثمان جاب ليا كادو فحال بنتو، بقات ماما معاهم كيضحكوا معاها وانا مشيت للكوزينه نجيب المناضه، هو يتبعني سامي. انا فاش شفتو تصدمت ما عرفت ما ندير، وانا نحني راسي وزدت في حالي وانا نسمع مبروك. درت بالزربه لقيتو مبتسم وداز من حدايا وخرج، اما انا تحشو ليا ركابي قلبي كيضرب بالزربه، اول مره كيضحك ليا كيهضر معايا بادب، صراحه عجبني الحال للكامل كامل ما دازتش. وانا كنفكر زعما يقدر نكون بديت كنبغيه، لا ما يمكنش، حتى لو كان ما غيشوفش بنت الخدامه في حالي انا. المهم داز السيمانه سي عثمان عنده مؤتمر في باريس مشى ليه، وخالتي مريم تعرضات للعرس وبغات ماما تمشي معها، وشيماء عيطت ليها صاحبتها تبات معها، وسامي جاو شي صحابو من فرنسا ومشى يحتفل معها. بقيت غير انا ونورا في الدار، كل ساعه تسخرني حتى هدا الله ما نعرف فين خرجات. انا طفيت جميع الاضواء ومشيت نعس في بيتي، شويه كانت سمعت قرقيب في الدار، اويلي تكون زعما ماما وخالتي رجعوا دغيا من العرس. نط وخرجت من البيت وبديت ماما واش هادي انتي، حتى كنحس بشي يد شداتني من عنقي ولصقاتني مع الحيط، كنشوف شكل ديال الراجل ما قدرتش نميزو في الظلام، هو بدا كيحيد لي حوايجي انا ندفعو تميت هاربه، هو تبعني وشدني ورماني مع الارض وانا نضرب راسي مع واحد الطبله ديال الحديد، ما بقيت عاقله على والو. فقط كندور في عيني كنلقى راسي في السبيطار، حاولت نوض ولكن راسي ثقيل عليا ما قدرتش، جسمي كامل مدقدق ما قديتش حتى نهضر. كندور في عينيا كنلقى ماما مصدومه وخالتي كتبكي حداها وسامي شاد من راسو وعمي عثمان كيغوت على سامي. انا تقول درتي عقلك سعد سعد درتي على قد راسك، شوف البنت حالتها دابا كي ولات كلشي بسبابك، وانا غنجيب لك البوليس غير بلاتي. وهي تنوض خالتي مريم قالت على رجلي، عافاك عثمان ما ديرش لولدك هكا، اصلا البوليس ماشي حل، شوف حالة فاطمه وبنتها اش غيدير لهم البوليس، اش بان ليك نزوجو؟ وناض سامي، انا ما نقدرش. وهي تنوض مع ماما سمكاتو، ديرها قد راسك وكتهضر، هادي ماشي اي وحده، حسنا راه بنتي اللي ربيتها وكبرتها على يدي. انا ما فهمت والو، وليت غير كنحاول نحرك يدي تجاه ماما مسكينه، غير شافني جات عندي كتجري وكتبوس ليا في راسي وكتبكي، انا ما عرفتش مالها، يمكن تخلعات على الضربه اللي في راسي. داز يومين وانا في السبيطار كتجي ماما وخالتي يزوروني، وبعد الخطرات شيماء
حتى بديت كنتحسن بشويه بشويه. سولتهم علاش وقع ليا، قالوا لي شفر دخل الدار ولقاك فايقه وضربك للراس، ودابا راه شدوه. جا نهار ثالث جات فيه ديك النوره، سبحان مبدل الاحوال، جات دخلت جلست لاباس. انا الحمد لله لاباس دابا. نوره ايوا معلوم تكوني لاباس، طيحتي مليونير في الشبكه ديالك ودايره فيها انت الضحيه. انا اش كتقولي ما فهمتكش. نوره بلا ما ديري فيها، انت مسكينه ما عارفه والو. شي درتي لسامي شي حاجه باش خليتيه يدوز معاك ديك الليله ودرتي فيها راك مختصبه زعما؟ انا الدنيا دارت بيا، كيفاش درت فيها مختصبه؟ اش هاد التخربيق، اش كتخربق هادي؟ صافي هزت ساكا ومشات. جاو ماما وخالتي لقاوني كنبكي. ماما مالك بنيتي؟ انا كنبكي وكنشهق بالبكا. ماما انا كيفاش تختصبت؟ ماما بدات كتبكي. شكون قالها لك بنيتي؟ وهي خالتي مريم نزلت على ركبيها وبدات كتبكي. عافاك بنيتي ما سمحي ليا بسبب ولدي ضاع لك شرفك، ولكن انا نرجعو لك. عافاك ما سمحي ليا. انا كنغوت علاش، علاش داري هكا؟ علاش جاني نهيار عصبي ونعسوني في السبيطار، نعسوني في الصباح جابوني للدار. ماما وخالتي وعمي عثمان كيحاولوا يفوجوا عليا شويه، وانا غير ساهيه وانا كنشوف سامي بحال شفت قبط عمري خنزرت فيه ويحني عينيه في الارض. مهم دخلوني نرتاح. جا عمي عثمان قال لينا بلي غيجي العدول عندنا باش نتكاتبوا. انا دور عند نقص ماما بديت كنبكي، يا ما يسكتوا فيا والو. مهم نعس كلشي، انا نط الكوزينه باش ناكل، جاني الجوع. لقيت شيماء تما كتشرب، جلسنا انا وياها وبديت كنبكي ونشكي لها وهي غير كتسمع. علاش خوك دار فيا هكا؟ اش درت ليه باش يضيع ليا شرفي؟ شيماء تهدني انا نعاود لك اللي وقع. انا مسحت دموعي وبقيت كنسمع. دابا جاو صحاب خويا من فرنسا وجابوا معاهم شي ماده ما عقلتش على سميتها، وناضوا فاش داروا الحفله جبروا خويا يشرب كميه كبيره منها على اساس انها مسابقه شكون غيشرب اكثر. مهم شرب سامي بزاف منها وجابوه للدار حيت ولا فحال السكران ما عقلش على راسو. صافي دخل الدار وتصادف سيمي قدامه وقع اللي وقع. انا بقيت حانيه راسي حيت حتى هو ضحيه، ولكن وشرفي لا ما نقدرش نسمح ليه. وغدا غادي نتزوج بيه باش نحمي السمعه ديالي وديال ماما. صافي جا صباح، ماما وخالتي لبسوني قفطان ابيض قادو ليا واخا ما بغيتش. هبطوني لقيت سامي حاني راسو ساهي كيخمم حتى هو. انا ما كيهمنيش هو اللي ضيع ليا مستقبلي، هو يتحمل المسؤوليه. وصلت وجلست حدا العدول، طلب لاكارت ناسيونال وعطاها ليه. بقى مدة عاد سينا هو يدور عندي، بغى مني لاكارت وانا ندور عند ماما حيت انا يلا عندي 17 عام باقا ما درتش لاكارت. هو يدخل عمي عثمان هز لاكارت ناسيونال ديالي، كان كيصايب فيها زعما هاد صحابي فلوس دغيا كيتقاد ليهم الشغل. المهم سيني تعالى فرقوا الحلوه كلشي كيبان فرحان، ولكن راه الداخل معلم بيه غير الله. شدتني خالتي وبدات كتمسح ليا في وجهي، بنتي تي ديما كنحساب راك بنتي فحالك بحال شيماء ونورا، وانتي وليتي كنتي واخا ما بغيتش تكون بهذه الطريقه ولكن المكتب. مهم دخلوا لي البيت سامي وسدوا الباب، وانا كل اللي كانت رحت وقلبي كيضرب كنقول بلي ما غاديش نخليه يقيسني سنة سنة، وجهي قاصح راه قاصني وفاد الفوز. انا نلقاه جالس فوق الناموسيه ودار يدو على راسو هو يطلع في عينه. انا خفت رجعت باللور، هو ينوض وشدني من دراعي وزير كل شي بسبابك فحال انا اللي اغتصبته، كل ما كنتيش انتي كون راه. انا تجرأت وحيدت لي يدي، اخر مره تجرأت حط عليا يديك ولا غنقطعهم ليك. هاي 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 على حسنا فرعنتي، شكون غادي يقيسك ولا يكمل فيك حتى تشوفها؟ فيقي من احلامك، راه حنا مزوجين غير بالوراق وقدام العائله، وانا غنديك لفرنسا معايا وديك الساعه كل واحد يعيش حياته وديك الورقه غتبقى بيناتنا غير شكليا. صراحه بقى فيا الحال على ماني انا شنو ناقصني. وعطاني واحد لقطه وشير ديال لواحد الفوطي، سيري نحسي تما يا ويل وتفيقي ولا تفيقيني ولا تقيسي شي حاجه ديالي. ومشي نعس في الناموسيه وتفضوا. انا بقيت مصدومه، ويلي نمشي لفرنسا؟ انا ما كنعرفش الفرنسي. صافي مشيت لفطوري الفوتوي نعست، اختكم والفة فقط ما لقيتش سامي، هذه هي الوجيبه. وانا نبدل يلا حطيت القفطان
بقيت غير بدا بياس وهو يخرج من الحمام. واو، بنفس الشكل بقيت كنشوف فيه في عضلاتو في وجهو في شعرو. سيت راسي تا انا راه عريانه، تا هو بقى تيشوف فيا وحنا نعيقو. عاد هو رجع للحمام وانا وليت مغطيشه، لبس دغيا ونزلت لقيت ماما وخالتي كيوجدوا الفطور. شافوني فرحوا بيا وجلسوني وبداو يسولوا فيا اسئله محرجه، وانا نقول لهم كنا عيانين. واو شحال ما كيحشموش وما يفهموا راسو، قلبوا الموضوع. المهم نزل كل شيء، حتى سامي الصراحه بالحشمه ما قديتش نشوف فيه، وهذه اول مره غنفطروا انا وماما معاهم في نفس الطبله. بيان سيغ راه ولينا عائله وحده. شويه هي هذيك نورا تبدأ تهضر راسها، ايوا صافي في الاخر ايام نوليو نفطروا مع الخدامه. هو يغوت عليها عمي عثمان وبغات ماما تنوض وانا نشدها. قالت ليها فدنيها ما عندك فين تنوضي، هادي داري حتى انا. وليت واعره وهي تنوض نورا كتجري لبيتها. بقينا حنا كنفطروا شويه وهو يهضر سي عثمان مع سامي. انا البارح هضرت مع واحد صاحبي وقال لي من السيمانه غيوجدوا الوراق باش تدي مراتك معاك. سامي هو يحط الماكله من يدو بقى حاني راسو وهو ينوض فحالو خرج. عرفتو ما عجبوش الحال ولكن هذا هو القدر. وهي تنقز ماما فين غتمشي بنتي؟ خالتي مريم راه غتمشي لفرنسا مع رجلها. ماما غير سمعت هاد الهضره ناضت كتبكي للكوزينه وتبعتها. عمي عثمان نوض كلشي عاد تهنى. دخلت لقيت ماما كتبكي غير شافتني عنقاتني. بنيتي غتبعدي عليا، عمرك ما فرقتيني ودابا صافي سخيتي بيا. وانا نبدا نبكي ونوح حتى انا ما بغيتش نبعد عليك، ما بغيتش نمشي مع هذاك السيد، ما كنحملوش، ما غيعاملنيش مزيان، غادي يعذبني. ماما وهي كتبدا تمسح ليا الدموع. لا بنتي هذاك راجلك واللي قالها لك ديريها، انا عارفك شيطان منك ما كان، صبري معاه وديري وليدات وما تفكريش فينا. انا ديري مستقبلك، اما انا راني عايشه هانيه مع صاحبتي مريم. وهي تدخل خالتي مريم، ايها بنيتي ماما كثر من اختي وغنحطها فوق عينيا وانت صلي لي في ولدي وانا غنطلب منه يتهلا فيك. عنقت خالتي وبديت كنبكي، تاثرات وليت عاطفيه بزاف. جا وقت العشاء وبدا عاود ثاني سي عثمان الهضره باينه غينوض شي واحد غضبان. سامي راه خديت لك نتيكه ديال الطياره نهار الاثنين، غتمشي الرحله ديالكم وغيكونوا الوراق ديال كنتي حسنا وجدو. وانا نقز اويلي غنمشيو في الطياره. سامي بالاستهزاء، لا في الموتور. درت خنزرت فيه وكملت. عمي عثمان انا كنخاف من الطياره، كنتفرج في ديك ناسيونال جيوغرافي كنشوف الطيارات كيطيحوا كنخاف. سامي كيضحك فحال عمرك ركبتي فيها. انا ديها غير في الجهه اللي ضارك. هو يخنزر فيا وانا نحني عيني، صراحه كنخاف منه. هو يطلق عمي عثمان بواحد الضحكه، كلشي بقى مصدوم فيه. والله حتى موال من بعضياتكم. وهي تنوض نوره مع السبع، قالت شي كلمات بالفرنسي ما فهمتهمش وكملت انا ما نقدرش نتحمل. وناضت طلعت لبيتها. هو السي عثمان دار مخنزر في لاله مريم، قال ليها تبعو. ماما ناضت كتجبح الطبله وشيماء طلعت حتى هي لبيتها. انا نسيت كنت راجعه لبيتي وانا نتفكر باللي ما بقيتش ساكنه مع ماما، وليت ساكنه مع سامي. الدار كبيره وفيها بزاف ديال البيوت، كل واحد عاطينو بيت بوحدو الا انا مسكنيني مع ولدهم. سامي طالع البيت وباركه رجوع لله حسنا راك مزوجه بيا اش من مسكنينك معاه. دخلت للبيت شفت سامي ناعس، ياه دغيا ناعس. انا كنبقى نبقشش في عقلي كنجبد الازليات ديال الحرب العالميه الاولى. تكيت في بلاصتي بقيت تنشوف فيه. واو فحال شي ملك زويون. انا اللي غتا صمو دابا شويه، كتبان ليا واحد الصغيبه طايحه على وجهه، ما حسيت براسي حتى مشيت كنحاول نحيدها لي. باقي يلا القصه وهو يجرني من يدي وقلبني وجا فوقي. انا ما عرفت باش تبليت، شهقت وخفت. وجهو قريب مني بزاف وقلبي كيضرب، هو مخنزر فيا وشاد ليا في يدي ومزير. ياك قلت لك عمرك تحاولي تحطي يدك عليا، واش خبارك باللي كاع المشاكل كيوقعوا بسببك؟ ويا تدخل خالتي هزه زلافه. هو ينوض بالزربه وانا جمعت راسي وقفت. ويا خالتي تبدا تضحك، سمحوا لي يا وليداتي دخلت عليكم هكا، ولكن راه كان خاصني ندخل حسنا. تدخل حسنا بنتي تكلمي لماماك على برا، انت وليدي هاك شرب هاد الزلافه. سامي شد زلافه وبدا يشرب. جا داك الشيء خايب ماما، شنو هاد الشيء؟ شدات من عنده زلافه وشرباتها ليه بزز وخرجت بلا ما تقول لي حتى كلمه.
جات عندنا البيت ماما لقاتني مدابزه مع ماما بغاتني نلبس واحد لاغوب دو نوي قصير بزاف خصكم موالفاش كنت كنلبس غير سروال تشين قوامش طوال كنت محصار ما ودابا نهري سيقاني ماما راه راجلك بنيتي خاصك ضروري تلبسي لي هكا انا لا ويلي حشومه نسيت داك دو بياس اللي كنت لابسه والله ما كنحشم دخلت خالتي صافي راه شربو كامل ماما شربو مزيان دابا باقي غير الدور ديالك بنيتي انا ويلي اش عطيتو السيد ضحكوا بجوجهت خالتي مشروب رفع الخصوبه انا شنو هو هذا ماما هذا مشروب كيتعطى للراجل باش تولدو دغيا انا اويلي واش نتوما لاباس مالكم زربانين خالتي بغينا غير نعاونوكم تقربوا من بعدكم ما قديتش نرد على خالتي كنحترمها هي شدات ليا من يدي وطلعتني عند نورا باش تصايب ليا الماكياج واخا ما بغاتش جبراتها ماما صراحه عجبتني فيها المهم بقاو عليا تلبسوني ديك لاغوب كانت غوب كحله قصيره بزاف ما فيهاش كاع الكمام كل ساعه كنهبط لك سواحيت قصيره وطلقوا لي شعري ودخلوني عند خونا لقيتو جالس كيهضر في التليفون هو يدور سد عينو خرجوا انا كحشمانه كنهبط في الكسوه وانا نهضر مالك هو يقفز انا لا والو ولكن انتيش لابسه انا لا هما اللي لبسوني هو يدير يدو على راسو وهذه ما غتكون غير خطه ماما انا بقيت غير حانيه راسي وواقفه حدا الباب شي شويه بدا كيقرب لجهتي وانا تنرجع باللور حتى لصقت مع الباب هو حط حنكو على حنكي وجرني لعندو وسد الباب بالساروت وعاد الخاني وقال لي سير تنسي بلاصك دابا ما غيبقى يدخل حتى حد بلا اذن ود الحرام لعب ليا بالمشاعر المهم سميت غاديه هو يشد ليا من ديك الكسوه انا تزيرت وصافي طلق مني سامي معامل كتهضري وانا ندور وانا نلقى غير مسمار لاصق في الماريو حشمت والله مشيت دغيا تخشيت في الفراشي ودرت الجهه الاخرى هو بقى غا كيضحك شي شويه كتحس به كيتنفس بصعوبه وانا بغيت ندور انا تصدمت لقيتو حاضيني سديت عينيا دغيا ما قديتش نعس شي شويه كنسمعو ناض وصلت لعندي وقاس ليا وجهي ورجع دغيا شي شويه كنشوفو مشى وبدا كيتريني وانا كنشوف فيه غير حاضيه ويلي خالتي اش عطيتي للدري مخلاتوش ينعس شي شويه وصلت ديك ثلاثه هو يخرج ما عرفتو فين مشى انا عاد ارتحيت وجاني النعس كنت خايفه فقت لديك 12 حليت عينيا لقيت ماما وخالتي واقفين لي على راسي قالوا بجوجات ودقه اش وقع هاد الجوجات ما عندهم حتى حجه يديروها من غيري انا هزيت راسي وقلت لهم والو هما يقولوا ما صدقاتش هادي غنديروا وحده اخرى وانا نوض ليهم حيت بقى فيا سامي البارح بزاف سمحتي وانتي ما غديروا والو صافي درتو لي فراسكم البارح ايوا صافي بركه ماما حنا بغينا غير نعاونوك انا ما شكيتش عليكم غير خليوني انا قاده براسي ودابا عاونوني نجمع حوايجي راه غنمشي لفرنسا السيمانه الجايه وهي تحميها ماما بالبكاوات ولا اني مشكله هادي ما غتسكتش صافي سكتناها غير بزز قررنا نخرجوا نشريو ليا شي حاجه بقينا تندورو تما كيشريو ليا الباسي الحلوه مساكن ما قصروش من جهتي صافي دازت ديك الايام عاديه دوزت مع ماما وخالتي اللي تهلات فيا اما سامي ما بقيتش تنشوفو بزاف وليت كنعس قبل ما يجي فاش كنفيق كنلقاه ما كاينش ونهار الاخر بت مع ماما ما تخاتش بيا وسنة كثر منها مشينا للمطار تودعنا بالبكاوات ومشيت طلعت انا وسامي للطياره ودموعي باقين كينزلوا جات ديك المضيفه طلبت منا نربطو الحزام ربطناه وسامي جالس حدايا وما هضرنيش انا باقي كنبكي على فرق ماما شويه هي تبدا الطياره كتحرك وانا نبدا نغوت وهي ناري وماما وحسقوني غنموت وضلت شنقت على سامي وهو كيبكي بالضحك وانزلي وهبطيني بغيت نرجع لدارنا كلشي كيتفرج فيا وكيضحك نيت خصكم ديال الضحك والفراجه وسامي كيموت بالضحك وغير دو كالم انا وما كاين ما دو كالم رجعني في حالي صافي طلعت الطياره عاد تهدنت شويه وجلس وكليت ونحس كنحلم ماما اللي عشت معها كل ايام عمري ودابا اول مره كنتفرق عليها وصلنا وهبطت بينا الطياره الحمد لله ملي كنت ناعسه اما كون راه درت فيلم اخر مهم فيقني وتمينا غادي للدار سامي كنقصد
دارنا في السيارة وهو سايق وانا حل الشرجم وكنتفرج. واو باريس شحال قرطاسة، حسن من الرباط. دخلت للدار، واو حسن من ديال عمي عثمان. دخلت شادة فاليسي وكنشوف الديكورات، دخلت شي شوية وهي تجي واحد الزهرة لابسة صايا قصيرة بزاف، نزلت فيا وطلعت وهبطات من الفوق وعنقات سامي شيغي، وانا ندفع وهي تخنزر فيا وما نعرف اش قالت فرنسي، وانا نقول لها مالكي هذا راجلي وتقيسيه نوريك. هو يشدني من يدي وزير وقال لي سكتي، ياك قلت لك فاش غنجيو لفرنسا ما غنبقى لا انا راجلك لا انت مراتي. انا بقيت غير كنشوف فيه، ما بغيتوش يقول لي هكا. اما ديك الزهره بقات كتبلقق في عينيها وعيط لماتيلدا، ما عرفت شكون هادي ثاني. شويه وهي تخرج واحد الشينويه لابسه اللباس ديال الخدامه باين هي ماتيلدا، هضر معاها ما نعرف اش قال ليها، وهي تجي لعندي وابتسمت وشدتني في يدي وجراتني، وانا ندور شفت سامي وهو يقول لي سيري معانا غديك البيسك ما تخرجيش تنجي عندك. وانا انت مطالعه مع هذاك الدروج وناري شحال عراض وطوال، وشويه وانا ندور ولا لقى سامي شاد في وجه ديك خيتي وهي كتبكي، انا عارف اش قال ليها كيمسح ليها في دموعها وهو يعنقها، ودخلوا لواحد البيت. انا بغيت نتبعهم حيت بقى فيا الحال ساعه، بروسلي ما خلاتنيش جراتني البيت. واو على بيت كيف داير زوين وكبير وفيه الاساس. انا ندور عند ديك الشينويه اش كيجيك شاكي الشان كيشبه ليك، بان ليا فحال ما فهمتنيش، وانا نقول لها ميرسي ميرسي الحمد لله ملي عارفه هاد ميرسي. وهي تخرج بديت كندور في الغرفه وكنتصور بالتليفون اللي شراته لي خالتي، شويه جاني نعاس انا صحاب لي غين حسامي. عاود تاني في الناموسية مشيت تفرجت في الفوتاي ونعست كنت عيانة. فقت الصباح لقيت راسي نعسة فوق الناموسية، هزيت التليفون ديالي ولقيت شي 20 أبيل ديال خالتي، عاود صونيت ليهم كدبت عليهم ضروري باش يطمئنوا. دخلت عندي يوكوهاما سولتها فين سامي، بقات تتسبيكي تما ما قشملت حتى لعبة. نزلت لقيت سامي كيفطر ونزلت فرحانة، وانا لقى ديك الزهرة جالسة حداه سلمت وجلست بعيدة منه، هما باركين يوكلوا بعضياتهم وانا جالسة حداهم كيف المنبوذة. انا بقيت مرة كنشوف فيهم وكنحني عيني، شدتني البكية كنحس بقلبي غير يتفرقع شوية ويهضر معايا. صراحة فرحت راه دخلت عندك ملي لقيتك نعسة في الفوتاي وياك ما ولفتيها. انا عيبت في الضحكة وعلى فين غادي نعس وانت غتنعس في الناموسية؟ هو يطلق واحد الضحكة، والحمقة هذاك راه بيتك بوحدك، اما هذا سيستم كنا مسبعينه فاش كنا عند العائلة، اما دابا انت حرة. انا اوكي فهمت، وشكون هاد الزهرة اللي جالسة؟ سامي هادي كارمن. انا ايه وشكون هاد كارمن؟ البنت اللي كنبغي. وشد ليها في يديها وكمل، مي كنت في الليسي وانا كنبغيها وكنا باغيين نتزوجو، وحني راسو وسيحنا طراسه. ياه فهماتو، انا تصدمت ضربتني للقوى، لقيت راسي انا الشرير اللي فرقتو، ولكن هو اللي منو الغلط، بقى هو كيهضر مع هذيك كارمن. وطلعت كنجري لبيتي وكنبكي شويه، صونات ليا خالتي ما بغيتش نجاوبهم، خفتهم يعيقوا بيا. وصلت وقت العشاء لقيتهم كيتعشاو بزوج كيضحكوا، بغيت نرجع الساعه ديك الشينويه جراتني وداتني جلست حداهم ومشات تجيب العشاء. انا بقيت غير كنشوف فيهم وشاداني البكية، حتى من الشينوية حسات بيا واخا ما كتعرفنيش اش كنقول مسكين. بقيت جالسة هو يقول لي سامي راه غدا غيجي واحد الاستاذ غادي يعلمك الفرنسي. انا ويلي ماني على حالتي، نتفك من القراية تجيبها لي انت للدار؟ سامي وضروري خاصك تعلمي ليها. صافي وافقت وتعشينا ومشيت نعس. الغد ليه فقت فطرنا ومعانا ديك الزهرة بنت الحرام كتنعس مع راجلي في بيت واحد، كون غير كانت معايا خالتي ولا ماما. ناري اش غادي فطرنا ساهينا، طلعت لفوق كيف ما العادة، دارت الموسيقى في ودني وبقيت كنشطح وكنغني. صافي سالا وقت البكا، دابا وقت الشطيح والرديح. دازت شي نص ساعة كندور كنلقى سامي شاد من الكرشو كيضحك. انا حيدت الموسيقى من ودني وليت مطيشة، انا علاش جيتي لعندي؟ سامي كيمسح دموعه بالضحك، راه الاستاذ جا بغيت نعرفك بيه. انا دغيا سامي يلا زيدي هبطي معايا. سميت نازله
والاستاذ ديالي نصراني زوين، ياه عينيه زورق وصعر، ماشي فحال ديالنا غير الكرش غالبهم وكيخلعوا. هو يمد لي يده بونجور، انا بقيت مصدومه فيه وحاله فيه في فمي. سامي سلم على استاذك. انا اه وسلمت عليه. داك الاستاذ انا سميتي جاك. انا واو انت كتهضر فحالنا. سامي ضربني ضربه خفيفه على راسي. وعلاه كيف غيعلمك الفرنسي؟ انا وانت مالك غير كتنقز. سامي غتسكتي ولا؟ انا ها هي ساكته. المهم انا سميتي حسنا. جاك واو اسم على مسمى. انا حشمت وحنيت راسي ودرت لقيت كارميل مخنزره فيا. ويلي هادي مالها؟ وانا نحس بشي شداتني من كتفي. بدات لقيت سامي مخنزر في جاك وما نعرف اش قال ليه بالفرنسي. وهي تمشي كارميل كتجري للبيت. تقلبوا الادوار وصبح سامي بقى جاك حاضيهم ومخنزر. انا اش وقع؟ ترجم لي عافاك. جاك دار عندي وضحك. لا والو غير باينه في راجلك كيغير عليك، ما عجبوش الحال فاش مدحتك. انا اش من كيغير عليا؟ قول كيغير مني. جاك يلا نبداو الحصه الاولى. انا دابا جاك وي راه ما غنكونش سهل معاك. انا ياك انت غتقلب عليا. جاك وبلا ما نتعطلوا يلا نبداو. بدا معايا من ا بي سي، لقاني زرقاء ما فاهمه والو. بقى معايا مسكين حتى داز 4 ديال السوايع. هو يودعني ودرنا نفس الوقيته للغد ليه. وصافي وصلتو للباب وطلعت البيسي. بديت كنطل من الشرجم وهو يبان ليا جاك شد من كارميل، وكارميل باغا تهرب منه وهو يبوسها بزاف. اويلي اش كيديروا هادو؟ هو يطلق منها وبقى كيهضر وهي كتبكي وهي تعنقو. انا ما فهمت والو. اويلي ياك كتبغي سامي وكيبغيها، زعما هاد الكوال عندهم زيت ناقص ناري ويعرفها سامي غيبقى فيه الحال. هو يدخل سامي. علاش غيبقى فيه الحال؟ انا سديت الشرجم. لا لا والو. هو يبدا يقرب وانا سدت الشرجم بيدي. سامي علاش شفتيني وسديتي الشرجم؟ حيدي غنشوف. علاش كطلي؟ انا عافاك عافاك. لا لا ما تطلش. هو كحزني بشويه وطل من الشرجم. هو يدور عندي مخنزر. قال لي كطلي على الناس في هذا الوضع؟ انا لا لا انا نطل. ما لقيتش جاك وكارميل في الحقيقه. بغيتو يحصلها ويجري عليها. سامي شفتك عاجبك الحال تطلع عليهم. انا لا ماشي هكاك. سامي شنو واش عمرك جربتي ولا بغيتي نعاونك تجربيها؟ وشدني من كتفي وبدا يقربني وانا نهرب ليه. وسبعني الدار كامله قلبناها وانا كنغوت وهو كيجري مورايا وكيضحك. توقفت عليا كارمين اختفوا وهاد الزمره فقستني وقالت لي بغات تهضر معاه. انا مشيت كنحاول نسمع الساعه ما فهمت والو حتى شفتها مخرجه لافاريز ديالها. انا مشيت لعند سامي سولته فين غادية. حنا راسو مسكين وقال لي بحزن راه ما بقاش تعيش معايا حيت انا تزوجت. انا ما قدتش نزيد كلمه اصلا، واخا نزيدها ما غتغير والو. ومشات. هو دخل البيت وصد عليه. انا طلعت البيت وبقيت كنفكر اش زعما تكون قالت ليه. المهم فقت الصباح لقيت سامي كيفطر ما كيهضرنيش وغير ساهي. وجا عندي مسيو جاك بقى كيقريني. بقاو الايام كيتعاودو لمدة سيمانة وهي كتوقع نفس الحاجة. سامي ولا دايما ساكت وحزين وجاك كيعلمني الفرونسي وكارميل مبقاتش كتجي لعندنا. الحاجة الوحيدة اللي كتغير هي أنني وليت كنعرف شي كلمات بالفرنسي. واحد النهار جا سامي بالليل وبدا كيهرس في المعن وفي الأتات. أنا نزلت كنجري لقيتو ساخط وغير كيهرس لدرجة أنه جرح يدو وما حسش. أنا حاولت نوقفو ودفعني على واحد المزهرية. طاحت هرسات وجرحاتني ورجعت ثاني كنحاول نهدو وناري ولا واحد اخر وانا نعنقو. بقيت كنبكي سامي مالك؟ هو هذا وطاح في الارض وبدا كيبكي فحال شي بيبي صغير. وانا بقيت غير ما عنقه وكنبكي معاه. هو بقى كيقول علاش كيبقى معايا انا؟ علاش علاش انا؟ شي ساعه على ديك الحاله وانا كنحاول ندخلو للبيت يرتاح انا وماتيلدا. وطلعت له 40 ديال سخانه. سخرت ماتيلدا تجيب لي الدواء وشربناه ليه والو. جبنا ليه الطبيب عطاه واحد المره والو. هو ما كيستجبش صراحه. انا تخلعت عليه بزاف سخانه ما بغاش تنزل. عاد ما كتزيد بقيت معاه الليل كامل وانا غير كنحط ليه في غطاء والفاس كاع على راسه. صباح صباح وطلبت من ماتيلدا باش تجيب لي العنوان ديال كارميل.
دازت شي ساعه جابت لي العنوان في ساكنه وكلشي. انا شديت طاكسي ووصيت ماتيلدا على سامي ومشيت للدار. طلعت ما لقيت حتى واحد، بقيت جالسه قدام العتبه ديالها دارت حتى وصلت 12 ديال الليل، وانا مره كنعيط لماتيلدا اللي كتقول لي بلي حال سامي بقى هي. انا كنتقطع فاش كنسمع هكا شويه، كنشوف كارميل وجاك جايين كيضحكوا ومعاقين. شافوني هما يوقفوا، واجي عندي جاك، اش كديري انت هنا؟ انا كنبكي وكنشهق، سامي غيموت غيموت. بوجههم تصدموا وانا نتحن على رجلي. كارميل حافك ما رجعي لي، راه كيبغيك بزاف، علاش غدرتي بيه مع جاك؟ الا ما رجعتيش ليه ما نعرف اش غيوقع لي، ولا بغيتي انا نمشي في حالي غكوني هانيه دابا نجمع حوايجي عمر كيما تشوفيني. هي تنوضني وجا جاك لعندي ودخلوني لدارهم. دجا كيعاود ليا انا وكارميل كنا كنبغيو بعضياتنا قبل ما يجي سامي لفرنسا، كنا دايما مع بعضنا، دخلوا مشاكل ما بيناتنا وتفرقنا. فجا سامي اللي هنايا ولينا انا ويا صحاب اكثر من الخوت. بدات كارميل كتقرب من سامي باش تغيرني، وانا ما قلت والو لسامي على طبيعه العلاقه اللي كانت بيناتنا انا وياها. شوي بدا كيبغيها، بدا كيبغيها بزاف. انا صحاب لي حتى هي ولات كتبغيه، وقررت نمشي نسافر للمغرب نقرا تما غير باش نبعد منهم. المشكل فاش كنت غادي في الطياره كانت تابعاني كارميل وكتبكي في المطار. انا فاش شفتها كان الفؤاد الفوت، بغيت نرجع ساعة ما خلاونيش وطلعت للطيارة. انا وعدت نفسي باللي فاش غنرجع غادي نرجع لعندي، وداكشي علاش رجعت انا دابا، خاصة فاش لقيت سامي تزوج. ودابا انا كنعتذر، ما غاديش نخلي كارميل ترجع لي حيت انا ضحيت بما فيه الكفاية. انا خرجت من تما مصدومة وكنبكي، اش غندير دابا؟ ما يمكنش ليا نخليه يموت وانا نمشي نجري لعندو. لقيت زاد عليه الحال بزاف وانا ندي لواحد المستشفى. دخلوه الاطباء باقصى سرعه، قالوا لي بلي تقطع عليه شي عصب في الدماغ، هما غيحاولوا معاه يعتقوه ويديروا ليه عمليه باقصى سرعه، ولكن النسبه ديال النجاح ديالها ضعيفه. انا دارت بيا الدنيا، نزلت الارض بديت كنبكي، ما قادره ندير والو غير نصلي وندهي. صوليت لخالتي اللي غير سمعت الخبر جات ازمه قلبيه، ناضت جنازة عندهم. اما انا جالسه مقبله القبله وكندهي. دازت 4 سوايع وهما باقين ما خرجوش من غرفه العمليات. انا كنحس بالدقيقه في حل عام، وماتيلدا مسكينه جالسه حدايا كتصبرني. شي شويه خرج الدكتور، انا مشيت عنده كنجري. قال لي بلي ما يقدرش يعرفوا واش العمليه نجحت ولا لا حتى دوز 48 ساعه. انا صافي تما نهاريت في الارض، بقيت كنتسنى، ما بغاوش يخليوني ندخل عنده. قال لك تدوز 24 ساعه. شويه كنشوف عمي حتمان واقف قدامي، ما حسيتش براسي، تعنقت وبديت كنبكي. غيموت لي يا سامي، غيموت عمي. عمي حتى هو معنقني وكيبكي. ما تخافيش ابنتي، ما غادي يوقع ليه والو، ربي حاميه، ربي حاميه لينا. بقى هكاك معنقني وانا متكيه عليه ودموعي ما بغاوش يحبسوا. داز ديك 24 ساعه بحال داز عام. خلاونا ندخلو عندو، دخل عمي هو الاول عاد من مورا انا. فاش دخلت لبسوني واحد اللبسه زرقاء كنلقى محوط بالالات بزاف، ودايرين ليه ديك اللعيبه ديال الاكسجين على فمو. انا بديت كنت نخصص غير بوحدي، وشديت ليه من يدو. عافاك سامي، غير نوض، لا بغيتي نمشي في حالي، انا كنبغيك وما بغيت حتى حاجه. تأديك لو وقعت لك شي حاجه راني ما غاديش تقدر نعيش من موراك، غير فيق. الا بغيتي كارميل غادي نعاونك تترجع ونمشي في حالي، وعمرك تشوفني غير حل عينيك. ونزلت في الارض وبديت كنبكي حتى خرجوني الممرضات. عنقت عمي وبقيت كنبكي، بقيت جالسه في الكرسي كنتسنى على برا. داني نعاس فوق الكرسي، كنحلم بسامي جا لعندي وكنضحكو وانا نقفز. وغوت سامي، هو يقول لي عمي بسم الله عليك بنتي بسم الله عليك. كنت متكي عليه وانا نوض كنغوت وكنضرب في الزاج ديال البيت. سامي كنغوت، سامي فيق، عفاك فيق، عفاك فيق. هو يجي والممرضات عطاوني شي بره ديال التهدئه. سخفت لعمي في يدو وداوني للغرفه ونحسوني تما فقط حتى الغد ليه. وانا نمشي كنجري لغرفه سامي، حليت الباب لقيتو جالس وكيضحك مع عمي. انا فاش شفتو ما عرفت نضحك ولا نبكي، بقيت واقفه ودموعي كينزلو. هو يدور عندي وابتسم ليا، انا ما لقيتش راسي تمشي تعنقت وكنبكي. ما عرفتيش شحال خفت عليك، ما عرفتيش شحال. هو كيضحك ومعنقني، عارفك بكايه ما غتسكتيش من البكا. وانا نضربو هو يتقصح، ضرب راسو تزاد عليه الحال.
انا جبت عليها بكيه. اسمح لي اسمح لي انا حماره اش تهدي نقيسك. ويبدا كيضحك، حطمت الرقم القياسي في البكا. وعمي كيضحك، شو ما تخلع مراتك فحال هكا. دار القاني مخنزره فيه حيت بصح تخلعت وسميت غاديه. هو يشدني وجرني لعندو عنقني، كان وعدك بلي ما غنبقاش نخليك تخلعي عليا. وانا نعلقو حتى انا وبقينا جالسين كنهضرو. شويه عمي سول سامي، اشنو اللي خلاك تعصب باش توصل لهاد الحاله؟ ويحني عينو بحزن وانا ننقز، راه ما صدقاتش لي واحد الصفقه داكشي. علاش عمي؟ ايوا ولدي هادشي تافه قدام صحتك. راه عي شويه ليها، راك معايش بوحدك، راه خاصك تفكر فينا انا وماماك ومراتك. انا حشمت زعما عليا. صافي داز ديك السمانه، عطاونا تصريح باش نخرجوه. خالتي مريم ما قداش تجي حيت ما خلاهاش الطبيب. صافي دينا سامي للدار وبقيت معاه في نفس الغرفه حيت كاين عمي. وعاود تاني باش ندير باللي بالي على سامي، دخلتو عاود سامي حتى تكا، خليته بدل بوحدو على مال اللي غادي نبدل ليه. المهم تكيتو وعطيتو الدواء ونعسو، وكنبقاو مره مره كنضحكو ومره كنهضرو مره نخاصم عليه. بقينا على ديك الحاله شي جوج ديال السمانات حتى تعافى سامي هو يمشي. عمي صراحة ما سخيتش نبعد على سامي، ولا دقيقة ولفتو بزاف. صافي دينا عمي المطار ودعناه ورجعنا للدار. انا دخلت البيت وبديت كنجمع المسائل اللي كيخصوني، وهو واقف على الباب وكيشوف فيا. سميت خارجة، هو يشد ليا من يدي وقرب لودني. بلا ما تبقاي تقولي فحال الدراري الصغار، عارفك ما بغاش تمشي. صافي الا بغيتي تبقاي بقاي. انا فرحت ودرت عنده، بصح كنلقى فمي قريب لفمو، حليت عينيا فيه وسامي بقى كيشوف. بدا كيقرب وانا كنهرب ليه، راه غادي نهبط حوايجي لهنا. ومشيت سمي طالع لبيتي. سامي هاد المره عرفتي المره الجايه ما نضملكش. انا تصدمت، درت عنده وبقيت كنشوف فيه. وانا القفز وقلبي بدا كيضرب بالزربه. هو يخرج صافي حوناتني ماتيلدا، تنزلت حوايجي للبيت. بقات جالسه كتعاود لي على دارهم. مسكينه نص القصه ما فهمتهاش، غير دايره راسي فاهمه. خاصني نقول سامي يدبر ليا فشي استاذ. لا لا غيتفكر جاك وكارميل وتقدر ترجع لي الحاله. صافي تانا اش غندير بهاد الفرنسي. صافي وصل العشاء، رجع سامي للدار مع برا ولا كيمشي لخدمته. غير هو خاصو ما يجدش نفسه. جا سلم عليا، حطت لينا ماتيلدا العشاء ودينا كناكلو. سامي راني فكرت في موضوع ديال الاستاذ اللي غادي يعلمك فرنسي. انا شدتني الكحبه، ما بغاش تطلقني وحلت ليا، عاد جابوا ليا الماء. الحمد لله ما عندهمش الخبيط ديال الظهر، ماشي فحال حنا، لو حلت لي كتاكل قتله. سامي غير بشويه عليك الماكله، راه ما غتهربش. صافي رجعنا كناكلو. سامي رجع كمل الهضره، بالنسبه لهذاك وسكت. انا خفت ترجع لي الحاله. انا ماشي مشكل ماشي مشكل، ما محتاجش الاستاذ. سامي انا اللي غادي نكون استاذك فاش نتعشى ونسالي، وغادي نعلمك ولي الكل ديالنا وقت ما سالينا. انا وحش راه تعلمني انت. سامي انت مرات الراجل وما خاصش شي راجل اخر يهضر معاك. انا وراه كاين انت العيالات اللي كيعلموا. سامي صافي انا هضرت وكلمتي ما كتنزلش للارض. انا صافي حتى انا ما قلت دابا والو. سامي غادي نبداو من اليوم. انا اويلي على اليوم. سامي كيف ما سمعتي، انا غادي ندخل ندوش نخرج نلقاك كتسناني. صافي جمعت ماتيلدا للدار عاونتها وبقينا كنهضروا. هي كتشرق تشرق وانا كنغرب. اهم حاجه هي انها منساني، واخا ما كتفهمني ما كنفهمها ولكن قلبها كبير. دخلت لقيت سامي جالس على الفوتوي وحاط بزاف ديال الكتوبه والوراقي. اويلي هذا راه ماشي غير يعلمني، هذا راه حالفه فيا. مهم بقينا كنقراو، كيعطيني كنترجم كنغلط، كيجمع معايا بتقرفيضه ولا كينتفني. فينك جاك؟ كنتي كتعاملني بلاتي هي احسن، اما هذا تقول حرشينو عليا. مهم كليت داك النهار قتله ديال العصا. صافي ونضنا نعسنا. شي شويه فقت معاه الساعه ديال الصباح، حتى نوضي ديري الرياضه. لا والله هادشي بزاف نوضني بزز، اصلا انا ما نعساش مزيان، ما نعسات حتى لاينا وقت. خرجنا للجرده هو كيجري وانا موراه غير كنجر في رجليه، وهو كيسبقني وكيرجع ليا ثاني وكيبدح ليا. يلا 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 بوج بوج، كيفكرني بدوك الاساتذه ديال الرياضه.
شي شويه هو يبدا ليا بلونترينمون، مي مشيت شي ساعه وحنا تنديرو فيها. في الاخر جلسنا في واحد الكرسي، حطيت راسي على كتفو وانا نمشي، فقط لقيت راسي في البيت. خرجت عند ماتيلدا قالت لي راه سامي مشى للخدمه. صافي فطرت، بقات ماتيلدا كتجمع الدار وانا هبطت الجرده كندور. شي شويه كنحس بشي واحد جا وهرني من اللور. انا غوت درت لقيتو سامي، قال لي كتهري انا باركه من البساله. وانا نهز السيو ديال الماء وبديت كنرش عليه وكنضحك، واخا بزق بقى واقف وبدا كيقرب وانا كنرجع باللور وكنرش عليه. اويلي السيو ديال الماء مبقاش كينفع، هي تحبسني الشجره وبقى كيقرب وانا كنتمت مالك، ما جاوبنيش كيشوف فيا وجاي لجهتي. ندمت ورشيت عليه، هو يشد من التيو ديال الماء وشد مني وبدا يفزك فيا وانا كنغوت وكنضحك. ووقف وشاد مني ومبتسم كيشوف فيا، وليت كل اللي عامره ما حوايجي لصقوا على لحمي. شفتي دابا انت فزكتيني، عاوتاني ما جاوبنيش، بقى جاي كيقرب. انا مالك عاوتاني؟ هو يشدني وانا ما فهمت والو، بقيت غير كنشوف فيه كل اللي كان فيبري. فواحد اللحظه سمعنا خويا، درنا بزوج وطلقني. انا بديت كنهبط في حوايجي وكنقاد حيت كاع تخسروا ليا، اما هو مش عنق نورا اللي فاش شافته بقات كتبكي. انا سلمت عليها ودخلنا للدار. سامي مشى بدل حوايجو تيسالي على خاطره بيلي ولا خاطر هاد السيد كاع ما صحاب لي داير هكا. ماتيلدا عاونت نورا تطلعت لي فاليز وخرج سامي. انا دخلت بدل دغيا وخرجت على حسب الغدا. تغدينا مجموعين، كانت نورا كتسول فيه هو كيجاوبها، اما تحت الطابله كيطلع معايا رجلو مع رجلي. انا عييت ما نهرب رجلي والو، تزيرت بغيت نوض، خفت نورا تعايرني حيت هي ما كتحشمش. شي شويه دارت عندي، ايوا انت يا بنت الخدامه ولفتي هنا ولا والو؟ عمر هاد تبدل هاد خيتي. انا الحمد لله شويه. سامي حسنا ما بقاتش بنت الخدامه ولا سمر سامي، معلوم غادي تولف وانا ديما كاين هنا. شاف فيا وغمزني. انا صافي تزيرت وليت كامله مطيشه وتحشمت. مشيت لبيتي يا ويلي، ما بقيت نتمشى على خاطري، ما بقيت ناكل على خاطري، هدا اش باغي يا ويلي؟ شويه وهي تدخل نورا، هذيك بنت الخدامه، ها سامي راه خرج وانا غادي نخرج، وشتي راسك يلاه معايا قبل ما نجاوبها. مشات، مهم لبست وخرجت وهي نزلات. غادي تمشي معايا بهاد الحاله؟ انا ومالها قميجه وسروال جين؟ نورا ما تزيديش معايا الهضره واجي وريني اش عندك غير داك الماريو. مشات نزلت ليا الماريو كامل. نورا اويلي ما تقوليش عندك غير هاد الحوايج. ما جاوبتهاش وكملات، غتحشمي بخويا، دوزي نعطيك شي حاجه تلبسيها ونشري لك اللباس. عطاتني كسوه حمراء حد الركبه، ما عندها لا كمام لا سماطي من الكتاف لا والو، وصبطالون. انا لا ما نقدرش نلبس هادشي. نورا عمرك ما تفكري فيها ولا تفكري تعاودي معايا الهضره. صافي تفهمنا، يخ على مسمومه لبست لي هذاك الشيء اللي بغات. غادي وكنهبط في الكسوه، مشينا في الطاكسي لواحد القيصريه، مول كبير واو، في غير الملابس والاحذيه والناس كلاس ومن جميع انحاء العالم. ها الزعر ها البويض ها الشينوا، واو هاد الشيء زوين. دخلنا، بقيت انا كندور على دوك الحوايج، كان غير المقزب. شويه عيطت لي نورا، لقيتها جامعه ليا على الرام ديال الحوايج، بغاتني نقيسهم وهي ناري. كنلبس وكنحط، كنلبس وكنحط، كلشي معري، ما كاينش شي حاجه مستوره. خرجنا دخلنا لمحل الاحذيه، خلاتني نقيس شي طالونات وناري عاليين. الساعه اللي كنلبسهم كتوالي رجلي، خدات لي شي 10، كتشاور غير مع راسها. صافي بقات كدور بيا من الحانوت للحانوت حتى وليت هاز انا ويا بزاف ديال الميكات. ودارت عندي كيف لك شوبينغ؟ انا زوين بوغوس، واش كيعجبك؟ عند بالي راه راجل. نوراش كتخربقي، راه شوبين هو التسوق الجهلة، ولكن اش غنتوقع من مثل الخدامه. صافي مشينا لواحد الكافي، نورا عيطت لسامي باش يجي يدينا. صافي بقينا جالسين كنشربوا العصير. شويه جا نورا شي اتصال، قالت لي بقاي هنا تيجي سامي ونلقاكم في الدار. انا فين غادي تخليني بوحدي؟ نورا باقا صغيره راه ما يقيسك حتى حد، وزيدون سامي جاي في الطريق. مشات المسمومه وخلاتني بوحدي، وسامي تعطل وخلات لي كاع دوك الميكات تفو عليها. وانا بالطياره اللي فيا خرج على برا كنتسنى سامي. شويه وقفت خدامي وحط طوموبيل فيها جوج زعر،
ومقلطمين، بقاو كيطلعوا فيا وكيهبطوا وكيقولوا لي طلعي. انا هربت بعيد منهم وما يهبطوا وجايين قاصديني. مهمتي بديت كنجري وهما من ورايا، وانا كنصطدم بسامي هو يعنقني وهم يرجعوا في حالهم. هو يشوف فيا سامي مخنزر، اش هاد اللباس؟ واش داك تخرجي من الكافي؟ انا راه غير كنت قطعني سامي، زيدي قدامي بلا صداع. انا حنيت راسي وزت، هو كسيره بالطوموبيل وكيهاير. انا بقيت غير حانيه راسي فرحانه وشاداني الضحكه، ما عرفاش علاش، لكن ما بغيتش نبين الضحكه حيت غنى كل العصا العقبيه. المهم وصلنا للدار، حل الباب جرني لداخل البيت. وسط الباب وداه ليا، انتي راك مرات الراجل وخارجه هكي عريانه، علاش كتقلبي انتي؟ انا وعلاش انت مالك؟ قلتي ليا كل واحد يشوف حياته. وانا ريق فرسها، انا ما كانش خاصني نهضر. هو شد ليا من دراعي وزير، جربي تعاوديها مره اخرى وغتشوفي اش غادي ندير ليك. ولحني على الناموسيه وخرج وسط الباب. انا كنت فرحانه وكنقص فوق الناموسيه وقلت زعما يكون اعترف بيا كزوجه. ونزلت ثاني فرحانه كنتحرش فوق الناموسيه، شويه وهي تدخل عندي نورا معصبه وبركات تعطيني غير الراس. تي درتي ليا صداع مع خويا، ياك قلت لك بقايا في الكافي تنجي. انا ما جاوبتهاش. شي شويه جابت دوك الميكات ولحت لي حوايجي كاملين وعلقت دوك اللي شرات. عييت معاها. سامي ما غيبغيش، حتى هي اللي فراسه فراسه، هادي وقيله انا وهي تفرقني معاه. رجع سامي بالليل تعشينا، ما هضرنيش لا انا لا نورا. ثم الدرس ما دانوش معايا، دار من الحبه قبه ودار لهيه ونعس. صباح الحال ما جانيش النعاس والو، ما بغيتوش يتقلق مني. ندخل الدوش دوش، وانا نوض وليت تابعه من القنت القنت، بغى نهضر معاه هو داير فيها ما مسوقش وما كيجاوبنيش. انا لصقه بغى يخرج من البيت وانا نوقف ليه قدام الباب، حاول يدفعني وحيدني الساعه. انا دغيا رجعت ويغوت عليا حيدي. انا قربت ما غاديش نحايد، تتصالح معايا سامي واش كيسحب ليك انا برهوش فحالك ودابا حيدي. انا شديت ليه من الكول ديال القميجه وجريته لعندي ودرت عيني في عيني، ما غتخرجش من هنا حتى غادي تسمح ليا. هو يقول ليا تيراكي مراتي، حياتك مرتبطه بحياتي، ما تبقايش عاودي ديك الهضره ديال البارح. انا بقيت مصدومه فيه وحشمت وهربت على برا. مشيت للكوزينه ما لقيتش ماتيلدا، بقيت شاده في قلبي، ويلي قلبي غيسكت يا ربي. بقيت هكاك حتى جات ماتيلدا سولاتني مالي، قلت ليها جيت نعاونها. مشيت هزيت معاها الفطور وانا خارجه لقيت سامي كيهضر مع نورا. هو يطلع في عينه انا نحني بالزربه. نورا راك وليتي مولات الدار زعما، وباقا دايره فحال الخدامه، بنتي جلسي غادي تحشمي تحشمي بخويا. انا غير حانيه راسي، شداني الحشمه وجلس. نورا انتي مالكي صفرا؟ واش مريضه؟ سامي كيضحك غير خلاها عليك. صافي فطرنا، نورا طلعت الفوق، سامي دخل البيت يجيب لافيز ديالو. انا بقيت كنجمع الطبله وماتيلدا في الكوزينه كتغسل الماء. شويه كنحس بشي حد سك عليا وشد ليا من يدي وهمس ليا في ودني. وجدي راسك الليله غادي نديرو ليله الزفاف ديالنا، ومشى. انا وليت كل اللي كنقفقف، ثم الطبس اللي في يدي طيحته. مشيت للبيت كنجري، اويلي اشنو غندير اميمتي؟ واش كيهضر مني نتو؟ ناري اليوم يخرجها مني، اش خاصني ندير؟ بانت لي غير نورا الفوق، مشيت عندها دقيت ودخلت. نورا مالكي اجابك لعندي؟ انا بحتاجاك. نورا تلقي راسك اش باغا؟ انا بغيتك تعاونيني، بغيت نكون اليوم في شي شكل. نورا اش كتخربقي عليا؟ قولي اش بغيتي، راني مساليش ليك. بغيتك تعاونيني باش نصايب حالتي. شنو باغا تصايبي لخويا؟ انا حشمت وليت كندور غير في جنابي وكملت اجي اجي. لا ما عاونتش مرات خويا، شكون غادي نعاون؟ ولكن هو غيجي تالي فاش يقرب يطيح الظلام، اجي نقاد ليك. صدماتني الصراحه، كان كيسحاب لي كتكرهني. صح صدقت باغا تعاوني. داز الوقت، صافي تغدينا وصونيت لماما. الو ماما توحشتك، لاباس عليك؟ ماما تا انا بنيتي والله، ولكن هذه هي سنه الحياه. انا لاباس، محباتك مريم بخير. انا ما كرهتش نجي لعندكم. ماما لا بقاي في دارك، اش عندك ما تجي ديري عندي؟ ياك ماما هذه هي بنيتي. اي انت بنيتي، ولكن هذاك راه راجلك. والمهم راه واحد البنت غتزوج اليوم وبغات تعرف شنو غدير في ليله الزفاف. ماما ويلي
سامي اخيرا اعترف بك زوجة، وماشي انا واحد البنت. ماما صافي، اش غنقول لك بنيتي؟ ما ديري والو اصلا، ما عندك ما ديري. وماشي انا ماما، زعما هي ما دير والو. صافي صافي يا ماما، ربي يخليك. يلا هنخليك دابا. بدات كتغيب الشمس، طلعت عند نورا لقيتها موجوده ليا واحد الكسوف الحمر طويله ما عندهاش الظهر ومحلوله من واحد الجهه طالعه حتى للركبه. انا لا لا اختي نورا، ما نقدرش نلبسها، سامي غيجري عليا. نورا اش كتخربقي، اجي تلبسي. اجي لبساتني، صيبت ليا شعري ووجهي، ما خلاتنيش مره نشوف في المرايه، وهي تجيب ليا المرايه قدامي. واو انا ما عرفتش راسي، وليت فحال دوك الممثلات ديال هوليود. وحسن كاع، بلاتي بلاتي زدت فيه شويه. نورا هانا شتي دابا وليتي بنت. دخلت ماتيلدا شافتني وهي تشحق، اوه لهالدرجه تبدلت؟ نورا هانا اليوم غادي ندي معايا ماتيلدا لواحد الحفله، وغنخليوك غير انتي وسي سامي راس في الراس. انا شدتني الخلعه ودرت لعندها، لا 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 ما تخليونيش بوحدي. نورا انتي مالك حمقه، راه كلفت ماتيلدا باش تجيب ليكم شبح حمار، وراه قاده الطبله لتحت. سير قولي لماما عاود تاني نورا مسمومه كتضربني. وانا نعنقها وشدتني المكيا، لا 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 غتضربي ليا كلشي في الزيرو. مهم هما مشاو الحفله، وانا بقيت كنطلب من الترجم كنتسنى سامي، وقلبي كيضرب بزاف. شي شويه كنشوف طوموبيلته وصلات، صافي قلبي غيسكت. دخل سامي للدار كيلقى الظلام والشمع بزاف الحمار، وطابله الوسط فيها زوج طباسل وجوج كيسان ديال المناضه. هو بقى كيدوف في راسو، جا داكشي حجب، وانا عاد نازله فحال داكشي ديال الافلام. وهو شاف فيا باعجاب وخرجوا عينو فيا، وانا كنشوف فيه ومبتسمه. هو يجي شد ليا في يدي وحط يدو على ظهري، يدو دايما بارده، وقال ليا جيتي زوينه بزاف. انا حشمت. المهم جلسنا كنتعشاو وكنتبادلو النظرات والكلام المعسول. شويه قال لك نرقصو، انا قلت لي ما كنعرفش، قال لك لا والو نرقصو. صافي شعل الموسيقى هادئه وبقينا غاديين جايين. صراحه هذاك ما شطح ما استحمص. شويه هو سامي قرب ليا وبازني في خدي وبقى كيهمس ليا في ودني. انا اول مره شفتك عجبتيني بزاف، وكنت كنظهر باللي ما ديتهاش فيك. من بعد وليت كنحاول نلقى اي سبب باش نكرهك. كنت كنوهم راسي باللي كنبغي كارمن فاش تزوجتك، كرهتك ديال بصح حيت كنت كنبغي كارمن، ولكن فاش مرت وكنتي حدايا كتبكي كنت كنسمع كل الكلمه قلتيها من حدك كتبكي، وقلبي كيتقطع عليك. كنت باغي نحط يدي على راسك ونعمقك، ولكن كان الجسم ديالي كامل ثقيل وما كنتش كنقدر نتحرك ولا حتى نحل عينيا. كنت باغي نقول لك انا كنبغيك. فقت صباح كنلقى راسي معنقه سامي، ويلي الحشومه مدغي. لبست حوايجي ورجعت باش نفيق سامي، لقيتو نعاس كيبان زوين وسالم في النعاس. واو بقيت كنشوف فيه شي 5 دقائق. سامي شنو دابا مبقيناش كنحشمو؟ لا 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 كنت باغي نفيقك. وهو بدا كيهورني وانا كنضحك. فلت من يدي غير بزز. نزلنا فطرنا وبهركين كنلعبو برجلينا من تحت الطبله بحال الدراري الصغار. شي شويه وهي دور نورا عند سامي، رجلي هاديك هو حشم وناض لخدمتو. انا دخلت لبيتي ونورا سخفات بالضحك. المهم وصل الليل كنسمع الصونيت ديال الباب، مشيت كنجري كنحلل على اساس انه سامي. لقيت راجل طويل وباين فيه فرنساوي، قسم كوانسيا فيه. هو يجي سامي شاف فيه وخنزر فيا. انا والله ما كنعرفو سامي، هو اللي دق الباب ويدور عنده. داك السيد فرحان قال ليه سامي، وبقاو كيبلبلو تما. ودخلوا جلسوا، حطينا للسيد الحلوى والمناضة. شويه نزلت نورا سلمت عليه وجلسات. انا شكون هذا؟ سامي راه كيبغي اختي نورا، باغي يخطبها من عندي. انا مزيان، انا نمشي نعلم خالتي مريم. سامي جلسي الارض ما تبقيش تطيري، بقي انا ما قررتش. مهم بقى كيدوي مع سامي حتى الاخر. قال له سامي خاصو يخطبها رسميا من والديه، هما من جهته غيعاونو. انا فاش خدام سامي عنده شركات واراضي في امريكا. ياه سادات هدري زوين وعندو الفلوس. واو الدور اللي غندور لقيت سامي مخنزر فيا. اويلي غفرت هي مهمتي. صافي تسالمو قرر باللي غنمشي ونرجعو للمغرب كاملين السيمانه الجايه. غير خرج السيد سامي، الله يكمل لك بالخير اختي وانتي تبعيني. غفرتها مشيت فيها، تبعتو لقيتو محصل.
غوت عليا وهرس عليا كاع الاعتات وانا غير حانيه راسي، عارفه راسي اش درت. تفش قلبه مزيان عاد مشى نعس. نط الصباح صالحت معاه بزز. المهم دوزنا ديك السمانه، خديت الكادوات لكل شيء، طلعنا في الطياره وهو يدور عندي سامي كيضحك. عندك ديري مشكل بحال المره اللي فاتت، انا درت فيها مقلقه. سير سير. وصلنا للمغرب لقيت ماما وكل شيء كيساين، بكينا عرفناهم بجايكوب اللي هو خطيب نورا. قرروا يديروا العرس من هنا لشهر. بدينا في التحضيرات ولينا مشغولين بزاف، وسامي ما عنده ما يدار غير تابعني وكيبرزط فيا، كيشوف الدار عامره بالناس وقال لك دابا اش غندير معاهم. المهم لقيت شيماء ولات معاها عمر، قالت لي كانت كتبغي من هادي شحال. صدمتني ساعه وانا كنقول لها عمر عمر، صدمت صراحة. وصل العرس، الناس كيشطحوا، كلشي فرحان، وانا فين ما كان بغي نشطح كيجلسني داك المسخوط، ولكن رغم كلشي كيبقى راجلي. بابا وليداتي اللي باقي ما خلاقوش. الحبيبات ديالي، الا عجبتكم القصه ما تنساوش ديروا لايك وتخليو تعليق، ولو في غير نقطه ولا شريطه ولا حرف اللي بغيتو. شكرا لكم على المتابعه، وشكرا لكم على الدعم ديالكم الدائم للقناه. واللي بغى يشارك القصه ديالو مرحبا به على الواتساب، راه الرقم موجود على القناه، ويتواصل معنا وان شاء الله ننزلوا القصه ديالو على شكل فيلم او فيديو اللي هو مصور.